تحدث لي عن الحيتان الكبيرة التي التهمت الدولة وموازناتها. شرطي هنا ياخذ له كم فليز، ذاك مش كم دينار، ذني قبلناها وتعايشنا معاهن. لكن السيستم الكبير المخيف الذي تتحدث عنه اللي في بروج عاجية مخيفة، هل كنت تخشاهم؟ هؤلاء لهم أدوات، إذا تقضي على أدواتهم بالروتين بالبيروقراطية ما راح يقدرون يبقون وحدهم، تقدر تقضي عليهم مع أدواتهم الموجودة. للأسف وسعوا أدواتهم، صار كثير من العناصر مستفيدة من هاي الأدوات، فيعرضوك أي شيء تقوم به يتعرضوك. إحنا في مرحلة قتال داعش، كان متوقع من عندنا ندخل حرب مع كل الكتل السياسية، مع أكثر السياسيين؟ هل نستطيع أن نخوض حرب في نفس الوقت نخوض في حرب ثانية إحنا ما مهيئين أنفسنا أن ننتصر بها؟ تذكرون داعش أخذنا وقت حتى هيئنا الأرضية للانتصار على داعش. يعني كنت تشعر محاربة الفساد أقصى من محاربة داعش؟ نعم أقصى، لأن داعش بينه وبينها حدود واضحة. ثم أنا أول ما بديت أتذكر محاربة داعش بديت منظومتي الأمنية بهدوء، بديت أشتغل. نعم ربما بديت انطيت شيء صادم وهو وجود فضائيين في القوات المسلحة. لا بس بالفساد أنتم خنادق متقابلة، يعني حدود واضحة بالفساد، يعني قد تكون بيوت متقابلة، خنادق متقابلة، مكاتب متقابلة، علاقات متقابلة، كانت الصورة واضحة. أبسط عراقي يعرف اليوم إذا واضحة لعدش مواضحة عند القضاء، ليش ما يحكمون بسرعة؟ هذا سؤال. قلتها قبل قليل سيادتكم، لأن هؤلاء لديهم أذرع ومنظومة يسيطرون عليها. يعني رئيس الوزراء هو المطلوب منه يكون قاضي أن يحاكم الفاسدين؟ إحنا في مع النزاهة اشتغلنا على ملفات، أنا اشتغلت سوعت أساس، سويت جبت خبراء أساس محاربة الفساد، بدينا بالملفات الأساسية، ما هو أسباب الفساد؟ وضعنا أسس لأسباب. أنا كنت أرأس لجنة مكافحة الفساد بها قضاة وبها فنيين من مختلف الجهات، وضعنا هاي الأسس وبدينا بملفات، سويناها 48 ملف أساسي، راجعنا كل الملفات، ثم اختزلت لأن بعض الملفات بها أمور تفصيلية أخرجت، بقيت 28 ملف. أسمع من النزاهة ومن باقي الجهات أن القضاء بطيء في إجراءاته، أسمع من القضاء أن النزاهة وتجمع الأدلة غير متكاملة. حتى وضعنا طريقة لوضع الأمور أن تكون هناك طريقة إلكترونية لخزن المعلومات، تعرف مركز الشرطة عندما يوثق جرائم أو يوثق وثائق بعض الأحيان تأخذ أشهر بل سنوات حتى الوثائق تذهب من مراكز الشرطة إلى القضاء، تعرف صحة الصدور يصير لازم بالمقابل، هذه كلها تستغرق وقت، وبعض القضايا تأخذ مدة طويلة، وهذه المدة الطويلة تؤدي بالمواطن إلى أن يفقد ثقته بالسيستم القضائي أو بإجراءات الدولة ضد الفساد. هذا كله وضعنا له أسس، هذا ما يحصل بليلة وضحاها، خصوصا إحنا كنا في مرحلة حرب، وحرب حقيقية، حرب وجود ليست حرب طارئة.